خلفية رائع الباص واي. هذا الباص واي عطرم تعمر الكارت نتاع الترام، تعمر الكارت نتاع الترام. هذا الباص واي من هنا. يا سلام، اللهم احفظ البلاد والعباد وملك البلاد. هذه الآلة اللي تعمر بها لاكارت، تعمر بها لاكارت كتعطيك 5 درهم 6 درهم 10 درهم 20 درهم شحال فيها من اسمه سفرية. هذه الطريق ديال الباصواي يديك من الرحمة، من الرحمة يديك للسميت من هذا. احيانا تحب تفتخر بالناس نتاع الترام وهذول اللي في الباصواي، لكن احيانا يقولك لا ترى ممنوع منعنا على الصور. وهذه حضارة، هذه حضارة لازم نفتخر بها ونعتز ونفتخر بها، وشيء رائع زي يعني ماشي حاجة يعني شيء رائع. لكن الناس كتمنع احيانا، تمنع التصوير. ليش التصوير؟ بالعكس نعتز ونفتخر، ولا ممكن خايفين تضربهم العين. خايفين تضربهم العين، اكيد ما ضربتهم العين غادي تهرس الباصواي، تهرس الترام. شيء رائع. انا جيت لهذا المسجد، ما شاء الله تبارك الله، انا جيت للمسجد هذا نقولوا مسجد الرحمه، شيء رائع. وعليه المقبره هناك، مقبره الرحمه هناك، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه نطلعوا نشوفوا المسجد، احنا نشوفوا هذا المسجد الرحمة، رائع الصراحة. هذا المسجد، مسجد الرحمة، شيء كبير كبير الصراحة، رائع كبير جدا. يا سلام، صومعة خمسة القادة الأقواس اللي عنده هناك. شو الزخرفة، لازم القرميد. الناس غتصلي الظهر الحين، ونصلي الظهر إن شاء الله ونشوفه من الداخل. يا سلام، هذيك المقبرة لازم تشري أرض باش فين غادي تدفن فيها، شري بقعة أرضية على حسب الظروف. الحي هذا حي الرحمة أو المشروع، ما يعني الاثنين. في مسجد الرحمة هذا اللي كيقولوا له مسجد الرحمة، شيء رائع ما شاء الله تبارك الله. مسجد السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.